السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا شخص يناديني في المنام. الأرملة لو حلمت بشخص يناديها وتفاجأت بأنه زوجها المتوفي واستجابت لندائه وأعطاها المزيد من المال في الرؤيا ثم تركها ورحل، فذلك المال يرمز إلى رزق عظيم ستأخذه عاجلا، وقد تنال عملا مرموقا تكسب منه المال الذي سيكون سببا في سعادتها هي وأولادها وعدم اللجوء إلى شخص يقترضون منه المال. من كان تعيسا في حياته بسبب السحر وسمع شخصا يناديه بصوت طيب ومريح فدلالة على الاستجابة له بفك ذلك السحر وعودة الحياة طبيعية مثل ما كانت. المطلقة إذا كان حزنها متمركزا في ذكريات زواجها السابق وسمعت شخصا يناديها بصوت عذب في الحلم فقد تتوقف أحزانها قريبا، ولا الآلام سوف تتحول إلى أفراح وسعادة. وإذا كانت تفكر في الزواج مرة أخرى في الواقع فقد يكتب لها النصيب من الزواج من رجل صالح. الحاملة التي تسمع شخصا يناديها في المنام وصوته ليس مخيفا واستجابت لندائه فهذه علامة بولادة قريبة، علما بأنها ستكون ولادة متيسرة بإذن الله. عندما الحامل تسمع في منامها شخص يناديها باسمها ولكن صوت النداء كان بعيدا عن المكان الذي تتواجد فيه فهذه المسافة البعيدة كناية عن سفر قريب لها، وكلما كان الصوت المنادي جميلا كلما دلت الرؤية على أن السفر سيكون بغرض التنزه والاستمتاع بأماكن مختلفة وجميلة. وإذا سمع الرجل شخصا يناديه في المنام فهي إشارة بخطوة جديدة في حياته، خاصة إذا كانت وظيفة جديدة أقوى من العمل السابق وستحول حياته المادية والاجتماعية إلى مستوى أفضل مما سبق. لو الحالم شهد أنه ينادي على شخص مرموق في الدولة واستجاب ذلك الشخص له فالمكان العليا والمال الكثير سيكون في انتظاره. وقال العصيمي أن إذا شاهد الشخص أن أحدا ينادي عليه وهو واقف على أحد الشواطئ وسمع صوتا يناديه وكان توقيت الحلم في الصباح وليس المساء فالمنام يبشره بمكانة كبرى وعز وجاه وسلطان سيناله قريبا. الحامل عندما تسمع أن زوجها ينادي عليها فهي من الرؤى الحسنة، ويدل على أنها ستلد فتاة جميلة تشبهها في الشكل والخصائص ويحبها زوجها كثيرا، ويشير الحلم أيضا إلى الولادة السهلة وولادة طفل سليم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.